ساعات جوية في هلال حمى قريب. وأنا بتحدث معك. نعم. طيب. شاحنة ستدخل يوميا عبر معبر رفح من المواد الإغاثية والطبية لكل مناطق قطاع غزة. يوميا سيتم أيضا إدخال حوالي 4 شاحنات وقود وغاز طهي. على الرأي العام الإسرائيلي يمكن أن يغير من توجهات الحكومة الإسرائيلية بأن لا تستأنف العمليات العسكرية، بمعنى أنه ممكن أن يكون بالتفاوض.